أقامت جمعية البحرين للفنون التشكيلية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة المعرض الجماعي أجيال، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ راشد بن خليفة الخليفة رئيس المجلس الوطني للفنون والرئيس الفخري للجمعية. وأقيم هذا المعرض في قاعة أثر بصرح المرأة البحرينية بمشاركة نحو 46 من الفنانين التشكيليين من الجنسين. وأشار معالي رئيس المجلس الوطني للفنون إلى تميز الأعمال المشاركة في معرض أجيال وإلى أن بعضها عالمي الطابع، معربا معاليه عن التطلع لإقامة معارض وفعاليات مماثلة خارج البحرين، مقدما شكره للمجلس الأعلى للمرأة على إتاحته الفرصة لجمعية البحرين للفنون التشكيلية للتعاون من أجل تنظيم المعرض. هذا وتقدم الأعمال المشاركة في المعرض الذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل تصورا واضحا حول رحلة تطور الحركة الفنية التشكيلية في البحرين وكيف ظهرت الجماعات الفنية والمعارض التشكيلية بشكلها الأكثر تنظيما والتي أدت إلى نشأة الجمعيات التشكيلية في البحرين، الأمر الذي خلق ثقافة تشكيلية وفكرية أوسع ساهمت في الرغبة على الاطلاع على مختلف التجارب والتوجهات الفكرية المعاصرة، وكيف تم ذلك عن طريق مجموعة من الفنانين التشكيليين البحرينيين ممن درسوا بالخارج وأقاموا بنقل المعارف والتوجيهات الفكرية التشكيلية الحديثة إلى بقية الفنانين من مختلف الأجيال. وعمل المعرض الذي تزامن مع مرور 40 عاما على إنشاء جمعية البحرين للفنون التشكيلية على إبراز مساهمة الجمعية الفاعلة على مر السنين في تهيئة البيئة الخصبة لخلق حوارات بين أعمال الفنانين من شتى الأجيال، ليظهر جليا التواتر الفني والتأثير الواضح للأجيال الفنية من حيث المواضيع والمدارس التشكيلية والتدرجات اللونية. بداية أود أن أشكر المجلس الأعلى للمرأة على إتاحة الفرصة لجمعية البحرين للفنون التشكيلية لتنظيم هذه الفعالية في شهر رمضان المبارك. الحمد لله كما نرى في هذا المعرض هناك العديد من الفنانين، عددهم ما يقارب 40 فنان وفنانة. الأعمال كما رأيتناها في التصوير أعمال جيدة، وبعضها يعني أنا أقدر أقول ولا يعني بكون مبالغ إن قلت إن هي عالمية، يعني مستوى عالي مستوى ممتاز. وإن شاء الله الله قدرنا إن نقدر نقيم فعاليات ومعارض خارج البحرين.